فعلا ربحت الليلة 2,500,000,000 ليرة، هيدي المرتبة الأولى بسحب الليلة للوتو اللبناني. بالنسبة للمرتبة الثانية تراكم 71,000,000 ليرة، الجائزة بتكون تقريبا 200,000,000 ليرة. وبالنسبة لزيد لكل الأشخاص اللي دافعين 1,000 ليرة زيادة على شبكة 2,000 ليرة أو حتى غير شبكات، الليلة المرتبة الأولى بزيادة 38,000,000 ليرة. إذا حظ موفق لكل الأشخاص يلي أخدين شبكات لسحب الليلة يلي يحمل رقم 1,571 لليلة الاثنين 18 كانون الأول 2017. أكيد صار بالأسواق موجود هيدا الباكج، ينعاد عليكم بالحظ والفرح. هيدا أحلى عيدية لكل الأشخاص اللي بتحبون تتمنوا لهم الحظ والفرح. بعد شوي أنا وياكم بنكتشف كل الألعاب، ألعاب الحظ اللي موجودة بهيدا الباكج. 20,000 ليرة فيكم تهدوا كل الناس اللي بتحبون، وطبعا ال 20,000 ليرة فيها تربحكم الملايين والمليارات من خلال لليبانيز دي جو. قبل ما نبلش ونشوف شو هن الطابات يلي رح بتربحكم بهيدا السحب تحديدا، بدنا نقول اهلا وسهلا بعضو لجنه الرقابه ومندوبه وزاره الماليه على اعمال وسحوبات اللوتو. اهلا وسهلا فيك مدام ترازي مسدد. انا وياكي وكل المشاهدين عيننا على مكنه اللوتو لنشوف شو الطابات يلي رح تختارون المكنه الليله يلي رح بيربحوا حدا او اكثر ملايين ومليارات كمان. الطابات عم ينخلطوا مثل العادة، حضروا إذن الشبكات. وأول طابة بتبين تحمل رقم 17، الطابة الأولى رقمها 17، الطابة الثانية 20، شو في ناس قلوبها عم بتدق هلأ وعم تحلم وبتتمنى انه ارقامها تكون نفس الارقام يلي عم تختارها المكنه. الطابة الثالثة رقمها 40، نرجع على 23 الطابة الرابعة، 17 20 23 40 27، فاضل طابة وحدة للمرتبة الأولى تحمل رقم 22. والطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية بتحمل رقم 24، معقول؟ طب معقول؟ علقوا العشرينات، كل شيء معقول. باللوتو اللبناني كل شيء معقول، هيدي آخر نهار لعبة حظ ولعبة أرقام، ما حدا بيعرف، يمكن في كتير ناس متكسين هول الأرقام، ما حدا بيعرف. على كل حال بعد شوي بنعرف إذا في حدا ربح المرتبة الأولى وقدر ساب هول الست أرقام سبيسيال نوعا ما، لأنه في كتير أرقام بالعشرينات. خلينا ننتقل هلا أنا وياكم للعبة الثانية بسحب الليلة ويلي معودين عليها كلكم واللي هي زيد، لنشوف شو هن الخمس أرقام يلي رح تختارهم المكنة تباعا من آخر رقم لأول رقم. 2 2 3 4 2 3 4 2، أول رقم. وهيك بيكون اكتمل رقم زيد 24,327، هيدا الرقم الكامل لسحب الليلة بزيد. إذا الأرقام كلها عرفناها، بيبقى نعرف مين الربح بسحب الليلة. أكيد نحن مضطرين ناخد بريك صغير، من بعدها بنرجع لكم معنا كل النتائج. لاقونا. بالأول مننبسط بالتشيب الجديدة، وبعد كم غسلة بتبلش تبهت وبيبين الفرق، وبالآخر ما منعود نلبسها. تيب عالتك غالية وخايفة عليها؟ استعملي داوني المركز يلي بنعم الألياف وبقويها. داوني هلأ بيحمي التيب من البهتين والتمدد والوبر.
كيف بتقيسي قوة شعرك؟ اربطيه وشوفي كثافته على طوله. واحدة تركيبة بانتين بالبرو فيتامين يلي بتدخل لعمق الشعر، بتقوي وبتزيد كثافته من جذوره لأطرافه. ما في أقوى من شعر بانتين. بانتين، لأن القوة جمال. أدوار الدراما ليها فضل كبير في نجاحي. في الحقيقة بحب الحياة وبعشق الألوان، وده بيبان من لبس. في الأول كنت مضطرة أختار، يا إما أشيل البقع الصعبة يا إما أحافظ على رونق هدوم، لكن مع أريال باور جل مش محتاجة تنازل. أفضل جل بلبنان لإزالة البقع. الأيام الصعبة شوف حلوة زهرية، لأن هي فرصة دلع حالي فيها. أولويز بإحساس نعومة القطن، سطح ناعم والكريم المرطب بتقدم لك حماية مرتين أنعم. مع أولويز الزهري، أيامنا حلوة زهري ونعومتها زهري. حلاقة نعمل كل بينتبه لها إلا جايبتك. جيلات بالشفرات التلاتة قيمة ما في مثلها، بتعطيك 7 حلاقات ناعمة. جرب جيلات بلو سيمبل 3 الجديدة. جيلات، ما يستحقه الرجال. شكلي طالع من الدجاج المنتوفة وعندي عرس بعد نص ساعة، دخيلك بدي شيء تعريناية. كسوسو لما بلش هالعرس؟ فيه بلا يتجوزوا. ريحة بونكس الجديد ما قالك قلب تتركيا، لأنه بيعطيك نظافة، ريحة بتضاين 3 مرات أكتر وبسعر أوفر. صار فيك تهنيهم بالولد. نظافة ريحة توفي. شعيري مكارزل شعوفي. هاي انت هون؟ سريع التأخير. يعطيك العافية حبيبتي. يلا دقيقتين بيكون حاضر العشاء. تفضل. Bonsoir messieurs dames. Pour vous un filet de saumon et pour monsieur salade de crevettes à la provençale. Bon appétit. Monsieur, messieurs, 晚上好，这是您的 shrimps dumpling. 希望你喜欢. Good evening lads. For you little ones, I have fish and chips and some delicious tempura shrimp. Enjoy. Do you believe all vodka is the same as Russian standard? With soft glacial water, finest Russian winter wheat, cutting-edge technology, with the minds of Russia's most brilliant scientists and the approval of the Tsar, we create the unique Russian standard vodka. Incredibly soft, pure and delicious. This is vodka as it should be. عم تحلم حبيبي تسرح وتمرح وتصير كبير؟ ما قلنا إلا عالم الألعاب الفسيح المريح. لا تحتار، عالمنا اختار. مفروشات وسيارات للصغار وألعاب تسقيفية للكبار. أروع زينة للأشجار بتفرح كل الزوار، أحلى جار وأوسع دار. صفاوة لكل الأعمار. World of Toys بيستقبلكن ليل نهار. باتريك راح مرة على المكسيك ومن وقتها ما عاد شلح سومبريرو. شويربو أكيد على مكسيكانو. تجوزيني. ولما طلب إيد ماريا كان على آخر حلقة من ماريا وأليخاندرو. تتجوزيني. وجاب له أحلى فريق مارياتشي. ولأنه عايشة باتريك ما بيستعمل إلا جبنة شدر المدروشة من بلانسولي، طعمة شدر الأصلي. بلانسولي خبرة بالعجبين كمان. مش كل التجاعيد مثل بعضها. في تجاعيد خصوصا العمودية بتقدر تعطينا ملامح حزينة. الحل روفيتاليفت من لوريال، كريم العناية اللي استعملته النساء لمدة 20 سنة ضد التجاعيد ولشد البشرة. هلأ مع البروريتينول المتطور اللي بيصحح التجاعيد العمودية الصعبة. شايف الفرق هون هون. روفيتاليفت من لوريال باريس، عناية ضد تقدم سن البشرة. وبمناسبة الأعياد اكتشفي عروضات خاصة من لوريال باريس. لما نقول كبة ببيروت الكبة الأرنبية بتعيط لك. ليش ما الكبة صغر تاوي بيلحقوها من آخر الدنيا. حلو عربي لحل بيشك مية عصيدة بس هلا بترابلس سوق الأصلي. وسمك معروف السمك يا نجمان نشبك على الطاولة هيك بناكل السمك بصور. بالأكل لكل منطقة طريقتها، بس بإزالة الدهون كلهم عندهم فاري.
الفاري 45 سنة بإزالة الدهون تدوم وتدوم وتدوم. ماما لشو يعني أنا لابس أرنب مش سوبر هيرو؟ يمكن لأنه المسرحية عن حماية المزرعة. هلا أكيد مش رح تلبسني. هالحكي زمان لأن مامي صار تستعمل تايد بقوة المبيض اللي رح ينطفه ويخلي بياضه أنصع. شو معدوم؟ مع تايد في الغسيل ما في مستحيل. رجعنا معكم لحتى نتابع السحب الليلي من اللوتو اللبناني. وصلنا للبارت يلي هي مهمة كتير، هون منقدر نعرف مين ربح الجوائز الكبيرة باللوتو اللبناني. ولكن قبل بدنا نقول ألف مبروك لرابح بسحب ماضي، تحديدا سحب رقم 1569. الرابح هو رشاد نعيم، ألف مبروك لك رشاد. رشاد إذن بسحب رقم 1569 مرتبة تانية، ربح 71 مليون ليرة. ألف مبروك لك. هلا إن شاء الله نقول بعد شوي وقت نشوف التابلو، ألف مبروك لمرتبة أولى باللوتو، خاصة وأنه الجائزة اليوم كبيرة، صار فترة من ربحت وعم تتراكم وكرمالها عم بتزيد. ولكن قبل ما نتأكد من أرقام اللوتو مع مدام سلم، إليك مدام سلم تفضلي. صاحب لوتو رقم 1571 لليوم الثاني 18 كانون الأول 2017، الطابات الستة الأساسية 17 20 40 23 27 22، والطابة السابعة الإضافية 24. إذا طابات سبيسيال، خلينا نشوف إذا هالطابات ربحوا حدا بالمرتبة الأولى. أهم شيء نشوف أنا وياكم التابلو. التابلو شو بيقول؟ مرتبة أولى في عنا للأسف ما في عنا حدا صاب الست طابات الأساسيات، إنما بالمرتبة الثانية في عنا شبكة واحدة، وألف مبروك لهالشبكة يلي رح تربح 191 مليون ليرة. بعد شوي منشوف ومنعرف من وين هيدي الشبكة. بالمرتبة الثالثة في عنا 29 شبكة، كل شبكة منهم رح تربح 2,250,000 ألف ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1,377 شبكة، كل شبكة منهم بتربح 47 ألف ليرة. بالمرتبة الخامسة العدد كبير، في عنا 21,776 شبكة، وكل شبكة منهم بتربح 8,000 ليرة. ألف مبروك لكل هالشبكات، العدد كتير كبير. من وين شباب ربحت المرتبة الثانية؟ من مكتب رقم 5051، من مكتبة أميل بالدمور. طيب تمام، ألف مبروك إذن للشخص يلي ربح، وإن شاء الله يكون هلأ عم يحضرنا. قيمة الجائزة الثانية قيمة كبيرة، ألف مبروك لألو. مدام سلم بدنا نتأكد من أرقام زيد لو سمحت تفضلي. صاحب زيد رقم 1571 تاريخ 18/12/2017، الرقم الرابح 24,327. هيدا هو رقم زيد لسحب الليلة، خلينا نشوف إذا هيدا الرقم ربح حدا مرتبة أولى. أهم شيء الجائزة الكبيرة حدا رح يربحها. شو بيقول التابلو؟ ألف مبروك، في عنا رابح أو شبكة واحدة رح تربح المبلغ الكبير لحالة، يعني 38 مليون ليرة إذن. وبعد شوي أكيد كمان بنعرف من وين ربحت هيدا الشبكة. والأوراق يلي بينتهوا بالرقم 4327 بيربحوا 450 ألف ليرة، الأوراق يلي بينتهوا بالرقم 327 بيربحوا 45 ألف ليرة، والأوراق يلي بينتهوا ب 27 بيربحوا 4000 ليرة. من وين ربحت أول شبكة؟ 2039 من مؤسسة جورج أبلين بعبرين بالبترون. كتير منيح، إذا ألف مبروك كمان. 30 ثانية بس، يعني ما منلحق نحكي عن الباكج. مدام مسلم سريعا لو سمحت من نهار تاني، أنت ما رح تكوني معنا. لا أنا للأسف. على كل حال بون فواياج. ميرسي. نهار الخميس. نعم. قديش رح بتكون؟ بتكون بالمليارين و750 مليون. واو شو حلوة، مليارين و750 مليون ليرة، هيدي المرتبة الأولى باللوتو. نعم. كرمالها عم بتزيد وتكبر. المرتبة الثانية بما أننا ربحت اليوم بتكون فوق ال 100 مليون على كل. فوق ال 100 مليون وزيد سبيسيال إيه أم لا؟ لا سبيسيال 75 مليون دولار. 75 مليون، في احكي شيء ولا لا ابول؟
خمس ثواني فيقول انه الباكج كثير حلو، في بقلبه العاب كثير ب 20,000 ليره، فيكم تربحوا الملايين والمليارات، وصار موجود اكيد بالاسواق، فيكم يعني تهدوه للناس اللي بتحبوهم. وانا بشوفكم بعد شوي باليوميه والالارات اكيد نهار الخميس باللوتو، وهيدا هو الباكج باللوتو وزيد، وباي باي.